طيب فكرة البراكل بلكسس بكل اختصار، خلينا نبدأ حبة حبة. إيش يعني بلكسس؟ بلكسس يعني عدة نيرف روتس قرروا يتجمعوا مع بعض ويسووا لي ترنكس، تمام؟ يسووا لي ترنكس، الترنكس هذه في نهاية المطاف تعطيني برانشز. طب خلينا ناخذها حبة حبة. عندي هنا السيرفيكال روتس، سيرفيكال روتس وتي 1، تمام؟ خمسة روتس، سي 5 6 7 8 تي 1. مثل ما قلنا بلكسز يعني نيرف روتس تتجمع مع بعض وتسوي لي ترنك، الترنك هذا في النهايه يعطيني ديفيجنز. فعندنا سي 5 وسي 6 يسووا لي الابر ترنك، تمام؟ يتجمعوا مع بعض ويسووا لي الابر ترنك. سي 7 بيعطيني الميدل، وسي 8 وتي 1 بيعطوني ايش؟ بيعطوني اللور بطبيعه الحال. طيب طبعا احنا قاعدين نتكلم في النك، تمام؟ احنا الان في النك باقي عند النيرف روتس، اول ما يطلعوا يسووا لي ترنكس هذه. طيب الترنكس هذه قبل لا تخرج من النك بتنقسم قسمين، بتنقسم انتيرير وبتروح بوستيرير، تمام؟ كلهم الثلاثه الابر والميدل واللور بيروحوا انتيرير وبوستيرير، انتيرير وبوستيرير، انتيرير وبوستيرير. طيب بناء على الديفيجنز هذه اللي صايره راح تعطيني الكوردز، الكوردز هذه اللي بتدخل الاكزيلا وهي المين سبلاير للبرانشز، تمام؟ هي اللي تطلع لي البرانشز وهي اللي بنتكلم عنها وبندقق فيها وهي اللي فيها الحفظ. فالترنكس اللي موجودة في النك تديني anterior وposterior، هذه الديفيجنز راح تتجمع وتسوي لي الكوردز، الكوردز هي اللي تديني المين برانشز. طيب خلينا ناخذ قاعدة عامة انه كل البوستيرير ديفيجنز من الترنك تديني البوستيرير كورد، تمام؟ كل البوستيرير ديفيجنز من الترنك تعطيني البوستيرير كورد، الانتيرير ديفيجنز تعطيني الميديال واللاترال. كيف؟ طيب قلنا الأبر والميدل بيتجمع مع بعض، أبر وميدل انتيرير ديفيجنز تجمع مع بعض تعطيني اللاترال، واللور انتيرير ديفيجن بيعطيني الميديال. طيب قاعدين نقول لاترال وبوستيرير وميديال، طيب هذه الريليشن مع مين؟ يعني على أي أساس قاعد أقول لاترال وبوستيرير وميديال؟ خلينا نشوف الصورة هنا. بناء على الوجود الأكزيلاري آرتري، تمام؟ لاترال تو ذا أكزيلاري آرتري، ميديال تو ذا أكزيلاري آرتري، وبوستيرير تو ذا أكزيلاري آرتري، تمام؟ تمام. طب خلينا نشوف السلايدات ونمر على الاشياء اللي ما مرينا عليها. قلنا فينتر راماي اوف سي 1 سي 5 تو تي 1 فورمد ان ذا بوستيريور تراينجل اوف ذا نيك، زي ما قلنا كلها راح تكون في النك لان الكوردز بتكون في الاكزيلا. الروتس من سي 5 تي 1، ترنكس ابر بيكون سي 5 6 ميدل 7 واللور 8 تو تي 1. ديفيجنز زي ما قلنا انتيرير وبوستيرير، تكون انتيرير وبوستيرير، كل البوستيرير ديفيجنز بتكون بوستيرير كورد بوستيرير تو ذا اكزيلاري ارتري، والانتيرير حق الميدل والابر، ميدل وابر انتيرير يعطوني اللاترال، لاترال تو ذا اكزيلاري ارتري، والميديال بتكون انتيرير ديفيجن اوف ذا لور ترنك، كمل يصير ميديال تو ذا اكزيلاري ارتري. طيب احنا قلنا المين سبلاير للكورد للبرانشز بتكون الكورد، الكورد هو اللي بيعطيني بشكل مباشر البرانشز. لاحظ اني ما قلت كل البرانشز، لا قلت المين سبلاير، تمام؟ طيب ايش اقصد بكلامي هذي؟ اقصد انه في عندي بعض النيرفز بتطلع من الروتس مباشرة، تطلع من الروتس مباشرة او بتطلع من الترنك، تحديدا الابر ترنك بس. زي ما هم زي ما احنا ملاحظين هنا، هذا النيرف شايفينه، وهذا النيرف وهذا النيرف وهذا النيرف، في اربع نيرفز، تمام؟ اربع نيرفز تطلع قبل ما ندخل على الاكزيلا، قبل ما نوصل للكورس، تطلع في النك وتروح تغذي المسلز اللي حولها، تمام؟ فمنطقيا راح تغذي المسلز اللي قريبه من النك، تمام؟ يعني هذه ممكن تساعد شويه على الحفظ. النيرف الاول اللي هو الطويل هذا دحين بنجي له بعد شويه، الطويل من اسمه الطويل لونج ثراسيك نيرف، لونج ثراسيك نيرف بينزل على الثراسيك اريا. فاللونج ثراسيك نيرف بيطلع من هنا من الروتس وبيروح لفين؟ بيروح للسيراتوس انتيرير بيغذيها، تمام؟ تمام. طيب بعد عندنا السب سكابيولر نيرف، السبرة معليش خلينا ننزل نشوفها عشان لا لخبط. هنا عندنا اللونج ثراسيك نيرف، اللونج ثراسيك نيرف زي ما قلنا بتطلع من الروتس وبتروح لفين؟ تروح سرات السنتيريور. هنا عندنا الدورسال سكابيولر نيرف، دورسال سكابيولر نيرف من اسمها حتروح دورسال للسكابيولر، يعني بتروح عند الرومبويد ماينر وميجر والليفتر سكابيلي، تمام؟ وتغذيهم، هذه كلها من الروتس. بعدين عندنا في الابر ترنك نيرف تو سب كليفيس قريبه منها، بتروح على طول على السب كليفيس مسل. واخر شيء سبرا سكابيولر نيرف، تمام؟ سبرا سكابيولر نيرف بتروح تغذي لي سبرا سبيناتس وانفرا سبيناتس. ممتاز ممتاز، هذه حفظ مطلق ما فيها يعني
اي ربط يعني. انا ممكن جمعتها في كلمه لكن ما هي مرتبه، اللي هي سندل. سندل اس ان بتكون في النيرف روت، لا معلش، اس ان بتكون في الابر ترنك، ودي ال بتكون في الروتس. ممتاز ممتاز، هذه ممكن تلخبط شويه لكن انا جمعتها كذا ومشيت معايا. بعد كذا مثل ما قلنا انه بتدخل هنا، من هنا بتدخل على الاكزيلري ارتري، الاكزيلري بتدخل على الاكزيلا، بيكون الريليشنز مع الاكزيلري ارتري. تمام، بيديني اللاترال والميديال والبوستيريال. خلينا ناخذ قاعده عامه، اي شيء في لاترال بيكون في اللاترال، اي شيء في ميديال بيكون في الميديال، اي شيء احنا نعرف انه بوستيريال بيكون في البوستيريال. ممتاز، خلصنا. خلينا نشوف ايش التفرعات او البرانشز. مثل ما قلنا في اللاترال كورد بيكون اي شيء في لاترال، فلاترال بكتورال نيرف ولاترال روت وفي ميديال نيرف. احنا نعرف انه الميديال نيرف جاي كذا، يعني حاجتين تسوي، حاجتين تكونوا اللاترال كورد والميديان كورد زي ما هو واضح هنا عندنا. فاللاترال سايد اوف ذا ميديان نيرف والميديال سايد اوف ذا ميديان نيرف. تمام، اللاترال بيكون من اللاترال كورد والميديال بيكون من الميديال كورد. واضحه واضحه. طيب بعدين زي ما قلنا عندنا اللاترال، لاترال من اسمه بيكتورال نيرف، اذا نقدر نتوقع انه الميديال بيكتورال نيرف بيكون في الميديال كورد. تمام، ميديال بيكتورال نيرف. واخر شيء الماسكرو كيوتينس نيرف، احنا نعرف انه الماسكرو كيوتينس نيرف بيغذي لي الانتيرير ارم، بعدين بيروح لاترالي ويغذي لي الكيوتينيس اريا من الفور ارم. تمام، بيصير سنسوري بيروح يغذي اللاترال فور ارم، عشان كذا حطيناه مع اللاترال كورد. اذا اللاترال كورد اي شيء في لاترال، لاترال بيكتورال ماسكرو كيوتينس ولاترال روت اوف ذا ميديان نيرف. خلينا نشوف الميديال بعدين نرجع بالسيريال. زي ما قلنا اي شيء ميديال، اي حاجه في اسمها ميديال بتكون في الميديال كورد، فبيكون عندنا ميديال بيكتورال نيرف مثل ما قلنا، ميديال كيوتينس نيرف اوف ذا ار، ميديال كيوتينس نيرف اوف ذا فور ار. دكتور هو يشرح قال خذوها كذا كانها نغمه وعجبتني. فهذول الاثنين مع بعض، واحنا نعرف انه الالنر نيرف بيكون في الميديا سايد، فبطبيعه الحال بيكون في الميديال كورد. ومثل ما ذكرنا قبل شويه الميديال روت اوف ذا ميديان نيرف. خلصنا من ايش؟ خلصنا من الميديال كورد. بقي عندنا اخر حاجه اللي هي البوستيرير، بوستيرير كورد. بوستيرير كورد نفس الحكايه، انه اي شيء نعرف انه بوستيرير بيكون في البوستيرير كورد، فبيكون عندنا الاكزيلري والراديال نيرف بيكونوا بوستيرير. ليش؟ لانهم كلهم في البوستيرير سايد، اكزيلري لما بينزل تحت كذا الراديال، كلهم خارجين من السبيسز حقت السكابيولا، كلهم بوستيرير، فكلهم حيخرجوا من البوستيرير كورد. وعندنا بعدين الثراكو دورسال، ثراكو دورسال بتكون من البوستيرير، ثراكو دورسال بتروح تغذي اللاتس ماستر سايد. واخر حاجه اللي هي السب سكابيولر نيرف، سب سكابيولر ركزوا لي عليها، السب سكابيولر بتكون من البوستيرير كورد، السبرا سكابيولر بتكون من الابر ترنك، من النك، مو من الاكزيلا، لا من النك. السبرا سكابيولر بتكون من النك، تمام، عشان حتطلع وتروح للسبرا نوتش، حتكون فوق شويه فاحتاج تجي من فوق، انا ربطتها كذا. وعندنا السب سكابيولر نيرف سواء الابر او اللور حتكون من فين؟ حتكون من البوستيرير كورد، جايه من ورا. فهذه كذا بشكل مختصر قلنا انه اي شيء في لاترال بيكون لاترال كورد، اي شيء في ميديال بيكون ميديال كورد، واي شيء نعرف انه بوستيرير بيكون في البوستيرير كورد. وهنا الريليشنز ما في اي حاجه، هنا عندنا الاكزيلري ارتري، ميديال، لاترال، وبوستيرير، ما اظن انه في شيء زياده وبس.